مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشاطكم الجولة نهار اليوم الجمعة. إذا نبدأ هذه الورقة الجوية كالعادة بإحدى المناظر الجد جميلة والرائعة. اليوم اخترت لكم رؤلؤة الساحل بالضبط من شرشال، هذه المنطقة المعروفة بالأماكن الجد جميلة ورائعة واللي تشهد إقبال السياح في مختلف فصول السنة. مشاهدينا الكرام، تقل الوضعية المرتقبة إن شاء الله حسب صورة القمر الصناعي أو الاصطناعي، له راح يوضح لنا ان شاء الله بعض الامطار بالضبط على سواحل الشرقيه، بعض من ولايه الهضاب العليا، اذا من الناحيه الوسطى سحب سفلى اقول كثيفه على شمال الصحراء وسط الصحراء حتى اقصى الجنوب، بعض الضباب الخفيف على العموم راح يكون باقصى الجنوب. لاكثر تفاصيل مشاهدينا الكرام ننتقل الان نشوفوا الورقه الجويه ان شاء الله لنهار اليوم الجمعه. على العموم اجواء مستقره خاليه من الامطار، سحب كثيفه بعد الظهيرة، إذا هذيك السحب كثيفة راح تتلاشى تدريجيا على السواحل الوسطى الشرقية، تبقى أمطار خير تتراوح من 5 حتى ل 20 ملم محليا على عنابة طرف سكيكدا، على القالة كذلك بعض الأمطار ترقبوها راح تكون في الموعد على البويرة سحب كثيفة، سحب سفلى تميز ولاية الهضاب العليا شمال الصحراء والولايات الصحراوية بالضبط من الناحية الغربية، بعض الزوابع الرملية إن شاء الله راح تكون في الموعد بوسط الصحراء، ضباب إذا راح يكون خفيف على اقصى الجنوب. درجات الحراره مشاهدينا الكرام تبقى درجات حراره فصليه على الولايات الساحليه الوسطى الداخليه، ولايه الهضاب العليا كذلك تبقى درجات حراره مرتفعه على شلف سعيده غليزان على وهرن على مستغانم كذلك، هنا على هذه الولايات نسجلوا 28 درجه مئويه، 22 درجه مئويه بوسط الصحراء اقول، تنخفض بمقياس درجه واحده على عنابه طارف سكيكدا القاله نفس المقياس، على قسنطينة أم البواقي عند دفلة البويرة على جيجل بجالة 24 درجة مئوية إن شاء الله نسجلوها على نقول على شلف سعيدة غليزان، 21 درجة مئوية على الجلفة، 19 درجة مئوية إن شاء الله نسجلوها على البيض مشرية ونعامة، 23 درجة مئوية على تندوف ترتفع بمقياس درجة واحدة على غردايز الفنا بريان، 25 درجة مئوية على ورقلة توغرت حاسي مسعود وحاسي بركين، 28 درجة مئوية على إليزي، 25 درجة على جانيت نفس المقياس على أدرار تامنراس، 30 درجة على تندوف بن عباس نفس المقياس وسط الصحراء، وفي الأخير نسجلوا مقياس 30 درجة بأقصى جنوب برج برج مختار إنقزام عين أزوا وأباليسا. حل بحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام، على العموم راح يكون قليل اضطراب إلى مضطرب، بعد الظهيرة يرجع قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح على العموم ما راهيش حتفوت 25 كيلومتر في الساعة، اتجاهات الرياح على السواحل الشرقية إن شاء الله راح تكون بإذن الله شمالية غربية إلى شمالية شرقية على سواحل العوانة جيجل إلى إذن أقول جنوبية شرقية إن شاء الله على سواحل تنس دلس إلى جنوبية تماما على سواحلنا الغربية سواحل المرسى بالمهدي. مشاهدينا الكرام هنا لحقنا الختام موعد نشرتكم الجوية لنهار اليوم الجمعة، نختمها بموعدكم الفلكي الغروب إن شاء الله على الساعة 5:38 دقيقة مساء. في الأخير مشاهدينا الكرام لمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا مواقع قناتنا أكيد لهي دائما في خدمتكم فيسبوك انستغرام يوتيوب، إذا نترككم مع النشرة الدولية العالمية أكيد دمتم أوفياء لقناتنا. جمعة مباركة، بقوا على خير، تهلاو في راحتكم. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل.